السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأكيد أنك تعلم عن الفيديوهات الأكثر مشاهدة في اليوتيوب، كما تعلم أيضا العديد من الأرقام والإحصائيات عن هذه المنصة التي تعتبر الأولى على شبكة الإنترنت في مجال الفيديو. العديد من الفيديوهات المنشورة في هذا الموقع يمكن أن تكون مفيدة أو غير ذلك، ولهذا هناك نظام التقييمات الذي إذا ما أعجب الجمهور بما يقدمه صاحب الفيديو. وفي هذا المقطع سنتعرف على الفيديوهات التي حصلت على أعلى نسبة تقييم سلبية. المغني الكندي الذي لديه الملايين من المعجبين حول العالم، ولكن يبدو أن الجميع ليسوا من عشاق أغانيه، فهذا الفيديو المنشور له في اليوتيوب عن أغنيته بعنوان بيبي، والتي حققت أكثر من 1.474 مليون مشاهدة. حققت أيضا نسبة عدم الإعجاب تجاوزت 6.8 مليون مقابل 5.2 مليون إعجاب. اليوتيوبر البرازيلي يدخل أيضا إلى هذه القائمة بعد أن حمل فيديو له وهو يكسر درع اليوتيوب على أعلى نسبة عدم الإعجاب التي وصلت لحوالي 2.2 مليون عدم الإعجاب. أغنية أخرى تنضم إلى هذه القائمة وهي للمغنية الأمريكية ريبيكا بلاك، حيث حصدت في هذا الفيديو أكثر من 2.3 مليون عدم الإعجاب أي ديسلايك، مقابل 600 ألف إعجاب فقط في مجمل مشاهدات تجاوزت 100 مليون مشاهدة. الفيديو التشويقي للعبة Call of Duty هو أيضا ضمن هذه القائمة، حيث حصل هذا الفيديو على حوالي 3.3 مليون ديسلايك مقابل 500 ألف إعجاب، ويبدو أن اللعبة لن تحقق المبيعات نتيجة عدم رضا المستخدمين المعبر عنه في هذا الفيديو. للمزيد من المقاطع الرائعة اشترك معنا في القناة وكن فردا من عائلتنا المميزة في قناة أبدع ليصلك كل جديد. أبدع، قناة الإبداع والتميز.